أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل نوح عليه السلام هو أول الأنبياء بعد ظهور الشرك، أم أنه هو أول الأنبياء على الإطلاق؟ نوح عليه السلام أول الرسل، هو أول الرسل، أما الأنبياء فقبله أنبياء، آدم عليه السلام نبي وشير نبي من بني آدم فقبله أنبياء، لكن الرسل أولهم نوح عليه الصلاة والسلام. نعم.